طيب دكتور، يعني الحقيقه حضرتك اجبت اجابه وافيه جدا، وحتى الحقيقه شرحت لي الجزء بتاع اختلال الكهرباء ودورها في الموضوع، لانه يعني حضرتك كنت بتعالج الرئيس مبارك من الرفرفه الاذينيه، واطلق عليك فتره انك طبيب الرؤساء، فدي يعني كانت حاجه من الحاجات اللطيفه، لانه الجزء بتاع اختلال كهرباء القلب انا حاسس انه مش واخد حقه في الدراسه، او احنا بنخرج بالظبط. كاطباء ما فيش التخصص، يعني دايما في امريكا في سب سبيشاليتي، القناة الهضمية وتحتها وتحتها، أنا مش حاسس إنه في مصر ناس زي حضرتك في موضوع اختلال كهرباء القلب، حاسس إنه مش واخد حقه كتخصص بالظبط. وكعيادات منفصلة، يعني إيه وجهة نظر حضرتك في ده أو تعليق حضرتك على ده؟ وانا احييك على هذه الملحوظه، واحييك على الملحوظه اللي قبلها لما انت نقدت الدكتور اللي اول كلمه بيقول له نفسي، يروح يقول له بينهج، يقول له حاله نفسيه، عندي رفرفه في ده، بيقول له حاله نفسيه. وانا شفت ناس كتير ماتت فجاه او جالها اختلال كهربي وعالجناها ولحقناها، قعدت تتعالج 6 سنين ان هي حاله نفسيه، ويمر على ناس من غير ما يقعد يعني يرهق نفسه في. وانا اثمن هذا الرد من حضرتك، وقلت ان ده ما يبقاش واحد متمكن ومتخصص وشاطر حبيبي لما اول ما يقابلك يقول لك حاله نفسيه. لا يا حبيبي، مفيش حبيبي حاجه اسمها حاله نفسيه الا بعد ما تاخد كل المقدمات. علم المنطق يقول لك لا تقفز الى النتائج قبل استنفاد كل المقدمات، صح فلازم تعمل كل الفحوصات، صح رسم القلب، رسم قلب المجهود، موجات صوتيه على القلب، مقطعي الكمبيوتر، رنين مغناطيسي حتى على القلب، حتى اسطره على الشريان التاجي، حتى اسطره على كهربيه القلب بالذات في واحد رياضي. وبعد كده بقى تقول بقى ان هي حاله نفسيه. لكن قبل ما توصل لهذه النتائج وتقفز الى هذه النتائج وتخلي الواحد يحرم من الاكتشاف المبكر والوقايه من السكته القلبيه المفاجئه، دي مشكله الطب في مصر. يعني في ناس كتير بتبقى يعني تعرف شيء عن كل شيء وما عندهاش التخصص الدقيق والعلم الدقيق، وساعات بتقرر مصير وحياه انسان دون ان يحوله ويكون عنده شجاعه اتخاذ القرار في تحويله الى واحد اكثر تخصصا منه. فمن خلال منبرك الرائع التواصل بضم صوتك، لو انت شاكك يا ايها الطبيب الشاب اللي لسه الممارس العامل اللي لسه ما انتش عارف، حاول حوله متخصص، حوله مش هيقلل من كفاءتك صح ولا هيقلل من قيمتك، بالعكس هتكبر قدام العيان وقدام نفسك وقدام ربنا، وده هو الاهم. صح.